وضع ممثلو قطاعي المولات التجارية وتجار التجزئة عقب اجتماع مشترك توصيات إلى وزارة الصناعة والتجارة لدعم القطاع التجاري على أثر توجه بعض أصحاب الماركات العالمية الانسحاب من السوق المحلية. وقدم المتحدث باسم مالكي المولات خالد أبو حسان بعض المقترحات، من أهمها تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع المولات التجارية واحتساب الضريبة على المساحات المؤجرة فقط وبخصم على الضريبة المفروضة لمدة 5 سنوات، وتخفيض الجمارك على قطاع الألبسة، وتسهيل الإجراءات الجمركية وأسس تخمين البضائع. فيما دعا نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان وزيرة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ القرار المناسب لحماية هذا القطاع على ضوء الأرقام التي تعكس واقع المشكلة. يعني احنا حكينا اليوم بنقاط كثير، منها يعني تعرفة الكهرباء، منها آلية احتساب المثقفات، منها الدور دائرة السير والمرور اللي هي للمناطق اللي بتيجي على المولات واللي بتخرج من المولات. برأيي انه الأردن يحظى بأهم أسباب النجاح والنمو، سوق واعد، سوق بتوسط الآن هو المنطقة الآمنة الوحيدة تقريبا في منطقة الشرق الأوسط، لازم نستغلها ولازم ننطلق منها لرؤية جديدة. في عنا جوانب مهمة جدا من النشاط التجاري غير مستغل في قطاع الألبسة، عنا سياحة المعارض غير مستغلة، عنا السياحة التجارة القائمة على السياحة اللي هي خلينا نعتبر مواسم الصيف غير مستغلة، وعنا اللي هي تجارة إعادة التصدير اللي هي تجارة الترانزيت.